ومعنا مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية دكتور إبراهيم قاسم. أهلا بك دكتور إبراهيم معنا في نشرة التاسعة من الإخبارية. أهمية هذه الخطوة وخطوة ترقيم وتوثيق الإبل حاليا. حياك الله أخي إبراهيم، يا أهلا وسهلا. حقيقة ترقيم الإبل أحد مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والمساهمة في السيطرة على أمراض الثروة الحيوانية بصفة عامة وعلى تطوير هذا القطاع. حقيقة ملف الترقيم الوزارة بدأت فيه من عدة سنوات، لكن في مرحلة الأولى وهذه المرحلة الثانية أنجزت الوزارة بأعداد حقيقة تتجاوز 860 ألف متن من الإبل في جميع مناطق المملكة، وبإذن الله سنستمر حتى يتم ترقيم جميع الإبل في المملكة العربية السعودية. وإلى أي مدى الآن هذه المرحلة هي مرحلة متاحة للجميع، ولكن هناك مرحلة قادمة ستكون مرحلة إلزامية؟ نعم أخوي إبراهيم، ترقيم الإبل الوزارة قدمتها لمربين الإبل، وبإذن الله بعد كده حيكون في ترقيم لجميع الثروة الحيوانية في المملكة. هذه المرحلة كانت بتقديم خدمة الترقيم من خلال مشروع واعتماد مزودين للخدمة في جميع مناطق المملكة، بحيث أنه تكون خلال هذه الفترة فترة اللي هي الترقيم المجاني. بعد ذلك إن شاء الله في بعد 1 محرم سيكون هناك صدور أو ضبط أي مالك إبل لم يرقم إبله سيكون عرضة لاستصدار مخالفة لعدم الترقيم، خصوصا أن موضوع الترقيم هي في مصلحة مالكين الإبل على وجه الخصوص، وخدمة والمحافظة على يعني جميع الطرق السريعة وطرق التنقل حتى لا يتأثر مرتادين هذه الطرق لا سمح الله للحوادث أو للأضرار نتيجة الإبل السائبة التي تكون في أطراف هذه الطرق. طيب دكتور إبراهيم، يعني هل هناك آليات معينة جرى عليها تغيير بالنسبة لنقل ملكية الإبل؟ نعم، هناك نظام الوزارة أصدرته إلكتروني يصبح مالك الإبل بعد ترقيم إبله، يستصدر له شهادة وبطاقة ملكية للإبل، يستطيع من خلالها إثبات حقه في نوع هذه الإبل وأنواعها وسلالاتها وحتى تسجيل أنسابها. في حال رغب مالك الإبل في بيع هذه الإبل أو نقلها من شخص إلى آخر، كذلك عن طريق النظام الإلكتروني يتقدم ويسجل بيانات من يريد نقل الإبل له، وبإذن الله سيتم نقلها وتكون الأمور فيها يعني سلاسة ومرونة بإذن الله. طيب أخيرا دكتور، يعني اليوم يعني بعد عملية الترقيم هذه، هل سيكون هناك للمتضررين مستقبلا من جراء الإبل السائبة على طرقات السفر مثلا، سيكون لهم الحق في الحصول على مبالغ مثلا للتضرر نتيجة هذا التضرر أو تقديم شكوى أيضا؟ طبعا الوزارة تعمل مع الجهات المعنية الأخرى من وزارة النقل ووزارة الداخلية في ترصد مثل هذه الإبل السائبة ومحاولة إبعادها عن الطرق وضبط الإبل السائبة ومطالبة مالكها. طبعا حيكون في غرامة لأنها تكون قريبة من الطرق، لأن هناك في منع بالسماح لها بهذه المواقع وفي حرم الطرق، لكن إذا تم ضبطها سيتم مخالفة مالكيها. نعم. شكرا لك دكتور إبراهيم قاسم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، كنت معنا عبر الهاتف.